طبعا في البداية عايز اتكلم مع حضرتك على المشوار الطويل اللي لسه عايشينه في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ما كانش فيه توقف تماما. عشنا ده طبعا في العيد وتابعنا اكتر من مباراة على مدار المسابقة. دلوقتي ما بقاش فيه وقت لضياع اي نقطة بشكل يعني كبير جدا، سواء اذا كانت للفرق اللي بتنافس على قمه الجدول او حتى في القاع علشان يتجنبوا الهبوط. شفت حضرتك خلال الايام اللي فاتت بشكل عام اكتر المباريات اللي لفتت نظرك ايه؟ اكتر المباريات اللي استمتعت بمشاهدتها؟ انا شايف ان مباراه الدوري طبعا مضغوطه، مباراه مؤجله كلها محطوطه تحت ضغط، لان انا شايف الدوريات العالم كلها خلصت الا الدوري المصري. فشايف ان الفتره الجايه كمان المستويات هتزيد اكتر، لان كل مباراه زي تقول كل واحد مركز ان هو ياخد 3 نقط. خلاص النادي الاهلي خلاص ما فيش اي حاجه غير ان هو ما فيش ماتشات تاني غير الدوري، وعنده مباريات كتيره ومؤجله، وانت عارف النادي الاهلي هو طبعا لازم يحسم الدوري، فتبقى الموضوع كل ماتش بيزيد المستوى بيزيد، فهتلاقي احسن. يعني اتمنى طبعا موضوع اللي انا حابب ان انا اتكلم فيه، فرح هطلع بره السياق 5 دقايق بس، ان لازم اتحاد الكوره يحط اساس بعد كده لموضوع الدوري. يعني لازم الدوري يبقى بميعاد وينتهي بميعاد. شايفه دوريات العالم كلها خلصت الا الدوري المصري، فلازم يحطوا اساس في المواضيع دي، ده حاجه مهمه جدا. يبقى انت مرتب امورك، ماتشات افريقيا امتى، ماتشات منتخب امتى، الدوري هيتوقف امتى، على اساس ان احنا ما نصبرش للفترة دي كلها. في فرق برضو الماتشات المؤجلة دي برضو بتفرق، والماتشات ان في فرق ما بتلعبش بتفرق، فالعملية كلها لا، انت حط سيستم ان كل مباراة خلاص في وقت واحد. احنا كل سنة بنقول كده وبنعملش، لكن انا شايف ان الفترة الجاية هتبقى المباريات اقوى، ان كل واحد مستعجل وكل واحد عايز يكسب وكل واحد عايز يحقق مركز. اذا كان الثلاثة الاوائل اللي فوق، اذا كان بيراميدز اهلي وزمالك دلوقتي، بما ان بيراميدز هو الاول فكله بينافس على بطولة الدوري، وتحت في قاع يعني في 4 فرق او 5 برضو، الدنيا برضو صعبة تحت، المراكز اللي في نص الجدول برضو كل واحد عايز يبقى في المربع. فالمواضيع الماتشات الجاية هتبقى صعبة جدا، وهتبقى ماتشات قوية احسن من الاول.